كان يا مكان في قديم الزمان، مش زمان قوي، أول امبارح بس، كان في واحدة اسمها ولتكن كوثر. كوثر كتبت في الجروب إن هي لخبطت بنوتيلا وعيش، فالسكر بتاع الدم عندها ارتفع جدا وحست بدوخة. تتصرف ازاي؟ فواحدة من المتابعين بتقرأ الكلام اتخضت، قالت يا لهوي، يعني أنا لو سبت النظام بتاع كرطاي ورجعت أكل تاني سكر وعيش هيجي لي السكر؟ لا أنا ما مشيش أحسن. وإيه وكل اللي هي قرى الكلام وصدق الكلام. فأنا كنت حبيت أقول لكم إيه اللي حصل مع كوثر. الحكاية باختصار إن كوثر كانت الصبحية بتضرب لها على الأقل رغيف عيش بلدي في الفطار، والغدا بتاكل على الأقل طبق رز أو طبق مكرونة، وغير العشاء، وبعد العشاء ممكن تضرب حلويات ونوتيلا وعيش والكلام ده كله. فسكر الدم عندها على طول مرتفع، والجسم متعود على السكر ده، وهي طبعا مش حاسة باللي بيحصل في الخلايا جوه من تأثير السكر ده. جت كوثر هانم، ربنا هداها، وقررت ان هي تمشي على كرطاي. فبدأت الخلايا تاخد اكل نظيف وتحس براحة شديدة وتتنفس، والهرمونات بقت تشتغل مع بعض في تناغم وانسجام رهيب. الجسم استريح، وكوثر حست بالإحساس ده، وفضلوا مندمجين كده وعايشين في ثبات ونبات، لحد ما في يوم ست كوثر قلت عقلها وفتحت برطمان النوتيلا وأكلته كله ومعاه رغيف عيش على الأقل. النوتيلا والعيش دول اتحولوا لوحوش، رفعوا سكر الدم، خلوه يتشقلط ويطلع في السقف فوق. البنكرياس اتخض، ايه ده اللي رفع سكر الدم بالشكل ده؟ قومي يا انسولين، قومي يا انسولين، اتصرف بسرعه. الانسولين قام منهم، اللي بيحصل ده؟ وراح بسرعه مسك فائض الوحوش ديت وقعد يوزعها في الخلايا، يوزع في الخلايا. الخلايا اتملت، بقى عمال يحشر فيها لان الطاقه كتير اللي ناتجه، مفيش فايده. الخلايا خلاص اخدت طاقتها ومش قادره تاخد اكتر من كده، فالانسولين اضطر ياخد الطاقه الفايده ديت ويقوم مخزنها في المخزن الذي لا ينتهي، بيستعمل حبايب الف. وبعدين فرفر ما قدرش، يعني بعد كل المجهود ده قرر ياخد استراحة محارب. تاني يوم ست كوثر راحت مكررة العملية تاني. البنكرياس بسرعة راح مقوم الأنسولين عشان يروح يتصرف في الوحوش ديت. تالت يوم اتكررت الحكاية، رابع يوم اتكررت الحكاية. اللي حصل؟ البنكرياس مبقاش يتخض، والأنسولين بقى يقوم بشغله بشكل روتيني، عمال يوزع على الخلايا، مفيش أي مشكلة، والخلايا عمالة تاخد في الوحوش ديت وفضلات الوحوش ديت، وتئن وتصوت، أرجوك ارحميني، أرجوك ارحميني، أنا ما صدقت انضفت. وكوثر عمالة تديها في سكر وعيش يضروها. كوثر بعد أسبوع قررت إن هي ترجع تاني للنظام، لأن جسمها كله وجعها وبطنها وجعتها، فرجعت بكامل قواها العقلية. طيب الأخت اللي قرأت التعليقات ديت وخافت يحصلها هي كمان سكر، او لا اصلا مش هيجيلك سكر لو لخبطتي السكر، مش بالتفاهه ان هو لخبطت لخبطه فهيجيلي السكر، احنا طول عمرنا بنلخبط وما جالناش السكر، مش معنى كده احنا نلخبط، بس الموضوع ده تراكمات سنين، يعني بمعنى ان انت بتاخدي سكر او عيش بشكل كتير جدا عن حاجتك وبشكل يومي، فعلى طول سكر الدم عندك مرتفع، فبعد ممكن من 4 لـ7 سنين يجيلك مقاومه انسولين، وبعد مقاومه الانسولين يبتدي يحصل ايه سكر نوع تاني، وبعد كده مع الاهمال الزائد بيحصل سكر نوع اول، ربنا يعافيكي. فبالتالي ان لخبطه او حتى ان الواحد بعد ما يخلص كرطاي يرجع تاني يمشي على نظام عادي ان هو ياكل من كل حاجه، مش هيحصل اي حاجه. انت هيحصل له حاجه ويخاف لما يبتدي ياكل حاجات وحشه بكميات كتيره تاني. السكر ممنوع نهائي نهائي، هو الدقيق الابيض. لو عايز تاخدي يبقى تاخدي عسل، اخدتي سكر يبقى تاخدي بكميات قليله ما تفتريش، وهكذا، بحيث ان انت تحافظي على صحتك وابعدي بقى عن كرطاي وسيبي كرطاي. انت دلوقتي بتفكري في جسمك وفي خلاياك اللي عماله تصوت جواكي وانت مش سامعاها.